بيانها معاجل من وزارة الخارجية الروسية وتحذير لواشنطن. هنشوف من ايه، وهنشوف حاجات مهمة جدا في الفيديو، مش لازم نقول كل حاجة، هتتفاجئوا بحاجات جميلة جدا. خليكم معانا. اولا نبدأ، السلام عليكم وتحياتي لكم. الخارجية الروسية تقول موسكو تحذر واشنطن بشأن التصعيد ضدها في الأراضي الأوكرانية. هنعرف التصعيد وصل لفين، والتصعيد وصل لمراحل خطيرة فعلا، ويعني الموضوع يعني قارب على صدام ومواجهة بين القوتين العظمتين في العالم. موسكو تحذر واشنطن بشأن التصعيد ضدها من الأراضي الأوكرانية. التصعيد ضدها من الأراضي، يعني بتقول لك أمريكا بتحاربنا من الأراضي الأوكرانية. مين اللي قال الكلام ده؟ أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اللي هو حلف الناتو يفاقمان الوضع ويشجعان خططا لهجوم محتمل على الأراضي الروسية من أوكرانيا. يعني هو مش بيتهم أوكرانيا، بيتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. اسمعوا بقى وصف الموضوع ازاي. وقال ريابكوف خلال برنامج 60 دقيقة على قناة روسيا وان: أريد أن أقول أننا لم نقم بتحذيرهم فحسب، بل أرسلنا مرارا تحذيرات رسمية إلى واشنطن بما في ذلك صيغة احتجاجات. وأضاف قائلا: بصيغة المحادثات التي تم إجراءها بهذا الصدد هناك رسالة مفادها. اسمع الرسالة بقى، وده البيان العاجل من وزارة الخارجية الروسية. بيقول لك: نحذر من المزيد من الانخراط الأكثر وضوحا وعمقا فيما يحدث في أوكرانيا من حيث مواجهة عملياتنا العسكرية الخاصة. في الواقع تضع الولايات المتحدة على وشك إقحام نفسها بالصراع. يقول لك في الواقع إن الولايات المتحدة على وشك إقحام نفسها في الصراع، يعني بيقول لك بتواجهنا دلوقتي الولايات المتحدة. يا جماعة، متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية الروسية. طيب، وتابع ريبكوف قائلا: لا أحد يقلل من خطورة اللحظة، لا أحد يقلل من خطورة اللحظة، ننقل جميع جوانب هذا الوضع وتقييماتنا وتحذيراتنا، آمل على الأقل ألا يتم طيها في الأرشيف. يعني خلي بالكم ما تنسوش التحذيرات دي وتحطها في الأرشيف، بل أن تصبح عنصرا من عناصر التحليل وينظر إليها بشكل صحيح على أنها إشارة في لحظة مزعجة للغاية، إشارة في لحظة مزعجة للغاية وحادة للغاية. نحن لا نريد التصعيد. بيقول لك اللي أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بيواجهونا مواجهة مباشرة، يعني قربوا على اقحام نفسهم، وهذه لحظة مزعجة للغاية لروسيا ومهمة للغاية وحادة للغاية. يبقى وصفها بأربع يعني أشياء: مهمة ومزعجة وحادة، وقال لك يعني لحظة مهمة جدا. إذا وقد سلمت واشنطن وحلفاء نظام الحكم في كييف عشرات من رجمات الصواريخ هيمارس وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني، حيث تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، كذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية. في يا جماعة وسائل إعلام بتقول لك إن أمريكا سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، وشفنا انفجارات كبيرة جدا في شبه جزيرة القرم، بل وأشياء أخرى وصلت لإقالة القائد. هنعرف دلوقتي مين واسمه ايه ومين وقيل ليه. الموضوع كبر يا جماعة. الأسلحة المتطورة بتضرب بعنف في الجيش الروسي، والجيش الروسي بيحذر، بيقول لك لحظة مزعجة ولحظة، يعني البيان اللي سمعتوه قال لك لحظة حادة ومزعجة جدا، ويا ريت يعني ايه التحذير ده ياخدوه في الحسبان. ده هم بيقول كده الخارجية الروسية. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض أن واشنطن أعطت الجيش الأوكراني الضوء الأخضر باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات على شبه جزيرة القرم. ونقلت صحيفة بوليتيكيو يوم أمس عن المسؤولين قوله أنه هدف يقررون السعي وراءه على أرض أوكرانية ذات سيادة بالتعريف دفاع عن النفس. في الوقت نفسه أكد المسؤول أنه وفقا لموقف الولايات المتحدة فإن القرم هي أوكرانية. يعني بيقول لهم إذا كنتوا بتدافعوا عن نفس فإن القرم أوكرانية. أغلب الأماكن اللي يعني سيطرت عليها روسيا بتعمل فيها استفتاء وبتدي المواطنين جنسية روسية.
ولما سأله زيلينسكي قالوا له انت يعني ممكن تقعد في جلسة مفاوضات مباشرة، قال لهم ممكن، ولكن اذا تنازلت روسيا عن كل الاماكن التي احتلتها. وردت روسيا زخاروف المتحدث الرسمي قالت ان يعني الراجل ده فقد عقله وفقد صوابه، ويبدو انه غير مدرك للحظة وبيتكلم كلام بيهزي يعني فيما معناه. في ضربات مهمة جدا وقوية على شبه جزيرة القرم ودمرت مخازن للأسلحة، ودي حقيقة وفعلا. وفي تقارير بتقول إن بوتين يقيل قائد أسطول البحر الأحمر البحر الأسود بعد تفجيرات القرم. استبدل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد أسطول البحر الأسود وفقا للتقارير بعد 4 أشهر من غرق الطراد الروسي موسكافا، وبعد أيام من سلسلة الانفجارات التي هزت شبه جزيرة القرم. ويعتقد أن الرئيس الروسي قام بتخفيض رتبة الأدميرال إيغور أوسيبوف لصالح نائبه السابق فوكتور لسكولوف بعد سلسلة نكسات للأسطول في ذلك الهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على قاعدة في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت قائد القوات في القرم إذا تأكدت ستكون واحدة من أبرز أحداث الحرب الأوكرانية حتى الآن. أبرز الأحداث كانت غرق الطراد الروسي موسكافا، وبعدها يبقى إقالة القائد في القرم دي الحدث الأغرب يعني والأقوى. وقالت وكالة الإعلام الروسية التي تديرها الدولة أن سوكولوف حضر اجتماعا مع المجلس العسكري للأسطول، وهو ميناء شبه جزيرة القرم التي ضمنها رؤساء أوكرانيون. الكلام ده غير مؤكد، ولكن تقوله مصادر أوكرانية أو مصادر غربية. روسيا لم تعلن عن هذا الكلام. احنا هنقول لكم كل الأخبار بسرعة. سلطات منطقة زابورجيه، تعطيل المحطة النووية سيؤدي إلى أزمة طاقة في أوكرانيا. المحطة النووية دي بتدي أوكرانيا حوالي 32% من الطاقة الكهربائية، ويعني لو وقفت هتؤدي إلى عجز كبير في الكهرباء. معروف إن أوكرانيا يعني بتولد الطاقة الكهربائية وكمان بتبيعها للدول الأوروبية. ندخل على موضوع سد النهضة، وأستاذ قانون دولي يرجح احتمالية انهيار سد النهضة وغرق السودان، وبيقول إن الفيضانات اللي حصلت في السودان الأيام السابقة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي سببها الرئيسي هو سد النهضة، وإن سد النهضة وراء ما حدث في السودان من فيضانات، مشيرا إلى أن السد له الكثير من الأضرار. ووردت تقارير للجنة الدولية من أطراف النزاع الثلاثة الصادر في 2013. الكلام ده مين اللي قاله يا جماعة؟ مش أنا اللي قايله، قايله الدكتور محمد مهران إن أثيوبيا لم تقدم دراسات الأمان. الدكتور محمد مهران الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، يعني راجل علامة وعارف. وقال لك إن حدثت في السد عيوب فنية، والبعض قال مش هو، البعض قال إن حدث يعني زي أمواج في نهر النيل، ودي عمرها ما حصلت، الأمواج دي بتحصل في البحر وزي نوافير كده، بيقول لك إن المية بتعدي من تحت السد وتندفع بقوة على المياه في نهر النيل. وبيقولوا ان السد الفرعي فيه تصدعات وفيه شروخ، ده كلام علماء وليس كلامي. بيقول لك بالاضافه لعدم تقديم دراسات تاثير السد على دولتي المصب، كما اكدت اللجنه ان بناء السد سيتسبب في تقليل معدلات التدفق للمياه الى دولتي المصب مصر والسودان. انا مش عايز اطول في موضوع كثير، هو تقرير كبير جدا بيتكلم عن ان السد سيسبب أضرار كبيرة جدا إذا حجبوا المية السودان هيعطش، وإذا زودوا المية سدود السودان ستنهار، ولابد من وجود معلومات لكي لا يحدث فيضانات وغرق في السودان. إما سنة يحدث عطش، والسنة اللي قبل فاتت حدث عطش، والسنة اللي فاتت حدث فيضانات وكان سينهار السدود السودانية. نتمنى الخير والسلام واتفاق ملزم، وفي النهاية لن تنقص قطرة مياه نحن نثق في يعني في بلادنا. من ناحية الصين وتايوان، في تحدي صريح للصين ليتوانيا تعين ممثلا تجاريا في تايوان، يعني معترفة ان تايوان دولة مستقلة عن الصين،
معينة يعني ممثل تجاري في تايوان. ده كلام يعني ما يعجبش الصين، والصين قالت تايوان إنها ستعمل على كسب، ستعمل عن كسب يعني عن قرب مع المبعوث الليتواني المعين حديثا إلى تايبيه، بعد أن أكدت دولة البلطيق إنها ستفتح أول مكتب تمثيل تجاري لها في الجزيرة، وهي خطوة أثارت غضب بكين. وأختيريا بوليسيو لوكاساكس مستشارا لرئيس وزراء ليتوانيا كأول ممثل للبلاد في تايوان وفقا لوزارة الاقتصاد والابتكار الليتوانية، ومن المتوقع أن يصل إلى تايبيه الشهر المقبل لافتتاح المكتب بحسب صحيفة ساوث شاينيا. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، وكل العالم والدول والأمم المتحدة بتعتبر أن الصين الواحدة، وما فيش حد حتى أمريكا نفسها وحلف الناتو كله بيقول الصين الموحدة، لكن عايزين يعملوا مشاكل بين الصين وتايوان. وبدأ كمان الكونجرس الكندي بيعمل زيارات، وبدأ الغرب يناوش الصين علشان تعمل مشاكل مع تايوان، واحتمال في بعض الخبراء بيقول لك سيتم وقف الحرب في روسيا علشان يتفرغوا للصين. نتمنى السلام لكل العالم، ونتمنى الهدوء، لأن الحروب بتولد دمار لكل البشرية. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، محدثكم ظريف الأديب.